ولله الحمد أكمل الكامل استعداداتها وخططها التشغيلية وملامح خطة الجوازات تتمحور في ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول يتعلق بالاستعدادات، بالحقيقة الاستعدادات البشرية والتقنية، ولله الحمد اكتملت في المديرية العامة للجوازات في موسم العمرة لهذا العام، فهناك الكوادر البشرية المؤهلة موجودة في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية. هذه الكوادر ولله الحمد قادرة على أن تنهي إجراءات المعتمرين بكل يسر وسهولة، وأيضا هذه المواقف والمنافذ جهزت ولله الحمد بالتقنيات الحديثة سواء في كشف التزوير أو ما يتعلق بأجهزة الحاسب الآلي وكافة الأجهزة الموجودة والتي تعنى بإنهاء إجراءات الحجاج المعتمرين في موسم العمرة. أؤكد أنه دائما الاستعدادات تأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات، سواء كانت التحديات التقنية أو التحديات الأمنية والإدارية، وهذه لله الحمد جميعها أخذت في عين الاعتبار، وكل التجهيزات الموجودة لنجاح هذا الموسم اكتملت ولله الحمد. فيما يتعلق بالمحور الثاني هو محور يتعلق بالخطط والبرامج التشغيلية لموسم العمرة لهذا العام. في الحقيقة أنه جميع الخطط والبرامج التشغيلية اكتملت ولله الحمد في هذا العام، وأيضا تم اختبار هذه الخطط التشغيلية من خلال وضع سيناريوهات محددة ومعينة، وتم أيضا إنهاء كافة ما يتعلق بهذه الخطط من دعمها بالكوادر البشرية أيضا. ونؤكد على جميع العاملين بأنه إحنا في خدمة هؤلاء المعتمرين وفي خدمة ضيوف الرحمن.